السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه انتصار ام ريم كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده وكنرحب بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا بكم والف الف مرحبا والقناه دائما منوره بالوجود ديالكم ولكن كنتي اول مره كتشوفي قناتي ما تنسيش نضمي العائله ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد فيديوهاتي ودائما مع الوجبات السهله والسريعه فكنقترح لكم وجبه للغداء او العشاء سهله بسيطه سريعه اقتصاديه دغيا كتوجد ما كتاخذش منكم عشرات تاع الدقائق وكتجي لذيذه بزاف كتعجب الكبار والصغار ممكن تحضريها في اخر لحظه كيف كتشوفوا مكونات بسيطه ممكن تقدموها في الغداء او في العشاء كتنفع خصوصا للسيدات اللي كيكونوا عاملات وما عندهمش بزاف تاع الوقت وكيبغيو هكا وجبات اللي كيكونوا سريع وكيتحضروا غير في المقله فكنقترح عليكم هاد الوجبه هذه اللي اكيد الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم وكتجي خفيفه واقتصاديه وديال الصيف فغنخليكم مع الفيديو تكتشفوا المقادير والطريقه اللي غادي نشارك معكم اول حاجه غادي نحتاجوا ليها عندي هنا ثلاثه الحبات ديال البطاطا الا كانوا عندكم حبات كبار فغديروا غير جوج حبات صافي انا هنا عندي متوسطين فدرت ثلاثه الحبات وكتبقى الكميه على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم ممكن تضاعفوا الكميه هنا خديت البطاطا ديالهم بعد ما قشرتهم وغسلتهم فغادي نقطعهم مكعبات بهذا الشكل هذا خديت هنا واحد الكاسرول اللي درت فيها كميه ديال الماء ودرت فيه شويه ديال الملحه من بعد ما غادي نقطع البطاطا ديالتي كامله المكعبات بهذا الشكل هذا كيكون الحجم ديالهم ما كبيرش بزاف وماشي صغيورين بزاف صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال البطاطا كامله غادي نوضع الكاسرون ديالي فوق النار حتى كتسلق هاد البطاطا ما كنخليوهاش طيب بزاف غير كيبدا كيدخل فيها الطياب صافي كنحبسوا ليها السليق ديالها هنا حطيت الكاسرون فوق النار وغادي ناخذ واحد ثلاثه حبات ديال البصله حتى هما اللي الحجم ديالهم كيف كتشوفوا صغير كانت عندكم بصله كبيره فغادي ديروا حبه واحده هنا خديت البصله بعد ما قشرتها قطعتها مكعبات صغيره وخديت هنا واحد فلفله واحده خضراء انا هنا, هنا كنسدي في المجمد ممكن لعندكم عندكم حتى الفلفله حمراء كتضيفوها حتى هي كتجي زوينه كتعطي واحد النكهه زوينه هنا كيف كتشوفوا خديت خياس حبه ديال الفلفله خضراء اللي قطعتها حتى هي مكعبات صغيره خديت جوج فص ديال الثوم اللي غادي نحكهم في الحكاكه في الجهه رقيقة. بالنسبه للفلفل ممكن ديروا فلفل الوان كديروا كل لون كديروا منه يعني حبه وحده كتعطي واحد المنظر اللي زوين وحتى في المذاق كتجي زوينه هنا غادي نضيف وهنا غادي ندوز باش غادي نضيف التوابل درت القليل من الملح القليل من الابزار او الفلفل الاسود القليل من سكينجبير او الزنجبيل وغادي نضيف نصف ملعقة صغيره من التوابل الخاصه بالسمك وضفت عليهم راس ملعقه صغيره ديال التحميره او البابريكا وملعقة كبيره ديال زيت نباتيه ممكن اللي ما متوفرش فيها ديروا غير الزيت العاديه صافي من بعد غادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا غادي نحطهم على نار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى غادي يدبلوا ليا هاد المكونات اللي ضفت حتى كنشوفوا البصله بان بدات كطيح وبدا كيذهب لونها والفلفل كذلك حتى هو بدا كيدخل شويه الطياب ودائما كنبقاو كنحركوا هاد المكونات وفي نفس الوقت انا دايره البطاطا ديالتي كتسلق هنا كيف كتشوفوا بعد ما المكونات بداو كيطيبوا آه النار كتكون متوسطه غادي نحيدهم بعد ما طابوا ليا بهذا الشكل هذا زولتهم من فوق النار وضفت عليهم علبه ديال التونه بالزيت صفيتها شويه من الزيت وغادي نضيفها وكنمزجها مع باقي المكونات الاخرى صراحه هاد الاكله سريعه كيف كتشوفوا ماكتسافاش بزاف ديال الوقت ما فيهاش شي مكونات الكثيره وكتجي لذيذه وكتنفع هكا كوجبه في العشاء وحتى في الغداء علاش لا خصوصا كتعجب الوليدات الصغار ووجبه اللي كتجي خفيفه يعني في الوقت ديال الصيف وهكا ديال الصهد فبحال هاد الوجبات كنحتاجو ليهم هنا من بعد ما مزجت جميع المكونات خديت المقله اللي كتكون غير لاصقه درت فيها معلقه ديال الزبده وكنحاول ندهنها مزيان يعني المقله كنحاولوا ندهنوها مزيان بالزبده وحتى الا ما توفرينش على الزبده كديروا معلقه كبيره ديال الزيت نباتيه وكنوضع فيها البطاطا كيف كتشوفوا البطاطا بعد ما تسلقات وصفيتها من الماء والقطعه يعني ما نخليوهاش بزاف باش هكا ما تهرش لينا وتعجن غير كيدخلها الطياب صافي كنحبسوا ليها السليق ديالها وكنسقطروها من الماء مزيان وكنخليوها شويه حتى كتبرد باش كتماسك من بعد ما وضعت البطاطا ديالتي في المقلاه استفتها بهالشكل الشكل هذا فهكا كنوزع من فوق منها الحشوه اللي قادينا ديال البصله والثونه والفلفل كنحاول هكا نوزعهم من الفوق على الوجه ديال البطاطا كامله ومن بعد ما قديت المقيله ساعتي وزعت فيها البطاطا ووزعت فوق منها الحشوه بالتساوي وقديتها بهذا الشكل هذا فهنا غادي ناخذ ثلاثه الحبات ديال البيض كاين الحجم ديالهم كبير وممكن كميه البيض كتبقى على حسب الاحتياج تاعكم نتوما ديرو اكثر او اقل على حسب اللي بغيتو ضفت فيه القليل من الملح وكنحاول هكا نطرب مزيان ممكن كاضافه ديروا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب في حليب سائل ضيفوها على البيض انا كنديرها ولكن في هاد اللحظه ما كانش متوفر عندي صافي من بعد ما حليت البيض فكنحاول نوزعو بالتساوي فوق المقيله تاعتي هكا بهذا الشكل هذا كنوزعو وكنقادو هنا غادي ناخذ كميه ديال الجبن موزاريلا ممكن ديروا اي نوع تاع الجبن ما كتفضلو ايدام او ديروا الجبن الاحمر محكوك ديروا اي جبن بغيتو نتوما ممكن ديروا غير قطع ديال الجبن المثلث حتى هما راه كيعطيو مذاق كيبقى الاختيار ديالكم ودائما كنقول لكم كنقديو باللي متوفر عندنا هنا كانت عندي الكميه ديال الجبن الموزاريلا قليله فغادي نكمل بالقطع ديال الجبن ساندويش غادي نوزعهم هكا من فوق الوجه ديال هاد المقيله تاعتي او التورتيه او الوجبه السريعه كنحاول هكا نوزع هاد القطع ديال الجبن وكيف قلت ممكن تكتفوا غير بالبيض بلا ما ديروا اي جبن فكتجي لذيذه اذا كان غديروه ما كاينش متوفر فكتكتسفيه غير بالحشوه باركه راه كتجي لذيذه وكيعطي فيها واحد المذاق اللي كيجي هائل وهكذا كتنفع كيف قلت لكم في في الاوقات الحرجه الا ما كانش عندنا الوقت او كتقدموها حتى وجبه في الغداء في الصيف فكتجي خفيفه وزوينه وسريعه صافي هنا كيف كتشوفوا من بعد ما غطيت الوجبه تاعتي او المقيله تاعتي بالجبن كاملة بالقطع ديال الجبن سندويش بهذا الشكل هذا فغادي نحطها على النار اللي كتكون مهيله وكنأكد عليها النار خاصها تكون مهيله باش هكا ما تحرقش لينا وتبقى خضره من الداخل خاصها تطيب على خاطرها يعني النار خاصها تكون مهيله باش تطيب لينا من الداخل مزيان وحتى من برا كتحمر وكتاخذ واحد اللون اللي كيكون ذهبي وكتجي معلكه ولذيذه هنا غادي من بعد ما حطيت المقيله تاعتي كيف قلت لكم على نار اللي هي مهيله غادي نغطي عليها انا غطيتها هنا غير بالغلاقه ديال الطنجره صافي وغادي نخليها واحد المده ديال 5 او 6 دقائق يعني دغيا كطيب ما كتاخذش بزاف تاع الوقت وكتكون الوجبه تاعتنا جاهزه وكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي كتجي وجبه اللي خفيفه كنقدموها ساخنه ممكن تقدموها مع سلطه او عصير يعني كترافقوها كتخليوها كطبق رئيسي وكديروا معها بعض السلطات والعصير وكتكون وجبه صيفيه بامتياز خفيفه ولذيذه وكتعجب الوليدات خصوصا الوليدات الصغار كتحمقهم هذه الاكله هذه وممكن هكا كتقدموها حتى في وجبه العشاء فكتجي خفيفه اقتصاديه بسيطه سريعه دغيا كتوجد الى عجبكم هذا الفيديو هذا وبغيتو بزاف ديال الوجبات السريعه يعني صيفيه اللي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت ودغيا كتوجد فخليوها لي في التعليق ونشارك معكم عده وجبات اللي كينفعوني هكا في ملي كنكون عندي ضيق في الوقت او ملي كنبغي غير شي حاجه خفيفه كنقدمها لبنياتي نشارك معكم علاش لا حتى نتوما اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات والتعليقات وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر